أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وأشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبع هديهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، ترحيبا بمقدم ضيف مبارك كريم وهو شهر رمضان المبارك. أصاحبكم في مجموعة من الحلقات القصيرة تحت عنوان في ظلال رمضان. الحلقة الأولى عنوانها أهلا رمضان. معشر الفضلاء والفضليات، إننا نستعد لاستقبال شهر طيب مبارك كريم، شهر الفضائل والمكرمات، شهر التوبة الصادقة النصوح، شهر الرحمة من عند رب العزة جل وعلا، شهر المغفرة والتخلص من الذنوب، شهر العتق من النيران، وشهر طلب الجنان ورضا الرحمن. ونحن مطالبون بأن نستعد لاستقبال هذا الضيف المبارك الطيب. الاستعداد يسبق الاستقبال. يحتاج الناس إلى استعداد روحي واستعداد نفسي واستعداد بدني واستعداد مادي، ولكن الكثيرين منا ينسون الاستعداد الروحي والاستعداد النفسي والاستعداد البدني، ويركزون فقط على الجانب المادي، فيضيع منهم أجر رمضان وثواب رمضان. ومن عناصر الاستقبال الطيب للشهر الكريم، أولا الفرح بقدومه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبشر الناس بقدوم رمضان ويفرح معهم بقدومه وباستقباله. ومن ضمن ما كان يقول بمناسبة ذلك: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. ومن عناصر كذلك ثانيا، أن من حسن استقباله أن نحمد الله تعالى على أن أبقانا حتى أدركناه. فآلاف مؤلفة من المؤمنين توفاهم الله تعالى في غضون هذه السنة، وبالتالي أدركهم رمضان فاقدين ومفقودين. فأعطاك أطال الله لك في الأجل، وأعطاك الفرصة لتدرك رمضان. شهر رمضان المبارك هو غنيمة باردة ونعمة سابغة وفرصة لا تعوض، وإذا ذهبت لا تعود. ومن المقومات الأساسية التي يجب أن نحرص عليها
عند استقبال شهر رمضان المبارك أن نحس بالحبور ونحن نتفيأ ظلاله. بعض الناس للأسف الشديد يستقبلون رمضان بالقلق وبالوجوم، وهذا ليس من كمال الإيمان. إن رمضان معشر المؤمنين والمؤمنات منحة إلهية، منحة ربانية، أعطيناها لنفوز. إن ربنا جل وعلا معشر المؤمنين والمؤمنات ما خلقنا ليعذبنا، بل خلقنا ليرحمنا، ومن أجل ذلك نجد أن الفرص الطيبة في رمضان وما يؤتته من فضائل الأعمال والخيرات والبركات كلها أدوات ووسائل ليفوز العبد، وبئس من أعطي كل ذلك وخرج من رمضان خاوي الوفاض كما يحدث لكثير من الناس، نعوذ بالله أن نكون منهم. ومن الإحساس الجميل الذي يجب أن يصاحبنا ونحن نستقبل هذا الضيف الطيب أن الكون كله سبحان الله تتغير أموره وتتهيأ لاستقبال رمضان، فالشياطين تصفد وباغي الخير يقال له أقبل وباغي الشر يقال له أقصر، والنيران تغلق، فتتهيأ الأجواء كلها للخير وتتهيأ كلها للفضل والنور الذي يعم هذا الشهر من خلال الأعمال الطيبة المباركة الكريمة التي لنا وقفات مع كثير منها في الحصص المقبلة إن شاء الله. وقبل أن أختم أشير فقط إلى قضية مهمة تتعلق بمسألة التراويح التي يمكن أن نسميها التراويح القبلية، يعني بغروب شمس آخر يوم من شعبان ورؤية هلال رمضان يكون رمضان قد دخل، بمعنى أننا مطالبون بصلاة التراويح في الليلة الأولى من ليالي رمضان. إن لم نفعل سيفوتنا خير كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني كل رمضان، فإذا ضيعت تراويح تلك الليلة فقد ضيعت جزءا من رمضان، ولا يصدق عليك قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان. قد يقول البعض سأصلي في ليلة اليوم الأول من شوال، ولكن تلك الليلة ليست من رمضان. وذلك انتبهوا جيدا لهذه المسألة. جزاكم الله خيرا وإحسانا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب